وفد مهم بيقوم بزيارة إلى سوريا برئاسة النائب محمد أبو العيني وكيل مجلس النواب، ولقاء مع رئيس مجلس الشعب السوري ووفد من برلمان البحر المتوسط، وبيؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك وتقريب وجهات النظر بين البرلمانات. وده جولة وزيارة مهمة جدا أيضا بيقوم بها هذا الوفد، وفد برلمان دول المتوسط. وهذا الوفد طبعا التقى رئيس البرلمان السوري حمودة صباغ، وطبعا النائب محمد أبو العيني وكيل مجلس النواب والرئيس الفاخر للبرلمان طبعا برلمان البحر المتوسط يترأس هذا الوفد. وطبعا هناك طبعا لقاء تم مع البرلمان ورئيس مجلس الشعب السوري، واللي طبعا كان فيه استعراض لما تعرضت له سوريا خلال السنوات الماضية، الحرب الإرهابية طبعا، وكان الهدف منها زي ما أكد رئيس مجلس الشعب السوري للوفد البرلمان المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العنين، أكد على أنه الهدف من الحرب اللي تعرض لها سوريا منذ 2011 كان هدفها تقسيم سوريا والسيطرة على مقدراتها، وأيضا أكد على أنه المحتل الأمريكي سرق قام بسرقة ثروات سوريا والشعب السوري في المنطقة الشرقية من البترول اللي أمريكا وضع إيدها على البترول السوري وموجودة في هذه المنطقة تحديدا، وقلناها الحكاية دي مرات ومرات، هم قاعدين في سوريا في المنطقة اللي فيها بترول، البترول ده بتاع مين؟ بتاع سوريا. طب مين اللي بيستولي عليه؟ أمريكا، وأمريكا بتاخد البترول ده بتاعها وبيبيعه جزء منه وجزء تاني بيتهرب وداعش واخده جزء تاني. فاتكلم رئيس مجلس الشعب السوري النهاردة في هذا اللقاء مع برلمان دول البحر المتوسط على الوضع في سوريا، اتكلم على الاحتلال التركي وقال ان الاحتلال التركي قطع مياه الشرب عن اكتر في المنطقة شمال سوريا، انه عن اكتر من مليون مواطن في الحسكة، اكد انه كمان المحتل الاسرائيلي هو ده الوضع في سوريا. بالمناسبة رئيس مجلس الشعب السوري بيقول الوضع اللي موجود في بلده، بلده فيها احتلال امريكي واحتلال سوري روسي واحتلال اسرائيلي وتنظيم داعش الارهابي. انت متخيل سوريا بقت كده منذ 2011؟ سوريا بقت كده، يعني عندك احتلال، روسيا لها قواعد عسكريه، امريكا لها قواعد عسكريه، تركيا لها قواعد عسكريه، الجزء المحتل من العدو الاسرائيلي الجولان المحتل. يبقى شوف سوريا مقسمه لقد ايه، وكمان قوات سوريا الديمقراطية واخدة منطقة، وتنظيم داعش الإرهاب واخد منطقة. احنا بنتكلم على دولة شوف فيها كام منطقة ليست لا تسيطر عليها الجيش العربي السوري. عشان كده رئيس مجلس الشعب السوري النهاردة بيشرح للنائب محمد أبو العنين وأيضا وفد دول برلمان البحر المتوسط اللي بيترأسه، بيشرح لهم الوضع اللي فيه سوريا، هو بيشرح الوضع الحقيقي. بس هو طبعا ما اتكلمش على روسيا، لأن روسيا هي اللي بتقوم بتأمين، وهي اللي أدت إنه سوريا تنتصر على الإرهاب، أو على الأقل بشار أسد ما لا يترك السلطة، لأن روسيا داعمة بمنتهى القوة. اتكلم أيضا رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ في هذا اللقاء أيضا على الوضع في على استهداف المدنيين والبنية التحتية من جانب العدو الإسرائيلي والمحتل الإسرائيلي، قال ده اللي أدى إنه في طبعا آلاف الضحايا من الشعب السوري الشقيق. النائب محمد أبو العنين أكد على طبعا على إنه سيتم نقل ما يعاني منه الشعب السوري من آثار العقوبات اللي فرضها الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا إلى العالم من خلال برلمان البحر المتوسط اللي بيترأس هذا الوفد، وطبعا أشاد بصمود الشعب السوري وتصديه أيضا للعمليات الإرهابية وتصديه لما قام به العديد من الدول أيضا من محاولات تستهدف سوريا منذ 2011. أيضا تحدث عن ضرورة الحفاظ على سوريا موحدة وقوية، وأكد أيضا النائب محمد عنين على أنه مسألة البحث عن مستقبل لإعادة إعمار سوريا وإيجاد الوقت المناسب لإعادة ملايين اللاجئين الموجودين في مختلف الدول ومنهم طبعا يا ضيوف عندنا في مصر. قدم النائب محمد أبو العنين شرح وافي للي حصل أيضا في مصر، وإزاي مصر نجحت في التصدي للإرهاب، وأيضا
صمود الشعب المصري وثورة 30 يونيو العظيمة وإزاي مصر انتصرت على التنظيمات الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية. أشاد أيضا النائب محمد أبو نعيم أيضا خلال لقاء مع رئيس مجلس الشعب السوري بنجاح الشعب المصري والتفاف الشعب حول القيادة قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا خروج واللي أدى أن مصر أيضا يعني خرجت من الأزمة اللي بتعاني منها سوريا حاليا، وأن مصر استطاعت الانتصار أيضا وأصبحت مصر النهاردة بتقوم بدور كبير جدا في التنمية، وأن مصر النهاردة في وضع آمن واستقرار في كل شبر من أراضي مصر. أشاد أيضا أعضاء الوفد وفد برلمان البحر المتوسط بأكدوا وقوفهم بجانب سوريا الشقيقة في الحرب على الإرهاب، وأكدوا على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية اللي بيتم وضح حضراتكم ده دبلوماسية برلمانية لدعم أشقائنا في سوريا من جانب برلمان البحر الأبيض المتوسط. أكدوا أيضا على تعزيز العلاقات بين الدول وأهمية مشاركة سوريا في الاجتماعات المقبلة لبرلمان البحر المتوسط، والعمل أيضا مع الدول المتوسطية لإيصال أيضا وبحث إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري وتسهيل عودة اللاجئين إليها. كان هناك أيضا لقاء ما بين أعضاء مكتبي المجلس في ولجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في لقاء أيضا مع برلمان دول البحر المتوسط، وأكدوا أيضا على ضرورة التعاون وضرورة أيضا تبادل هذه الزيارات ونقل ما يجري على أرض سوريا إلى العالم وتعزيز العمل البرلماني المشترك بما يخدم الشعوب ويساعد أيضا في تجاوز آثار الكوارث الإنسانية اللي بتتعرض لها سوريا منذ حتى زلزال فبراير الماضي. وطبعا التأكيد على سوريا تعود أقوى مما كانت عليه وتأخذ مكانها الطبيعي، وبدأت سوريا تأخذ مكانها في الجامعة العربية وتعود أيضا سوريا لمكانها الطبيعي في المحافل الدولية. وأيضا تحدثوا عن وطلبوا طلب النائب محمد أبو نعيم بضرورة أيضا رفع العقوبات عن الشعب السوري والتخفيف من معاناة الشعب السوري. نشوف باقي أخبارنا. We'll be right back.